طيب احنا معانا على التليفون الفنان الجميل علاء مرسي، والاول ببارك لحضرتك ومساء الفل ومبروك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل مشاهدينك ومتابعينك طيبين يا رب. ربنا يخليك. وانا بشكرك جدا جدا على اتاحة الفرصة ليا اعمل مداخلة مع حضرتك. انا عايز اعرف بقى علاقة حضرتك ايه بالشباب دول وبالسينما الجديد، انا اسمحوا لي اقول عليها سينما جديده لان مسج كامله ممكن توصل لي على الموبايل حتى في 3 دقائق، وده يهيئ برضو انها يتم الشير ليها على السوشيال ميديا. كلمني يا استاذ علاء كده عن شايف اللقطات دي ازاي. اولا انا بحيي الشباب دولت وبحيي على فكرهم وبحيي تناولهم لافكار جديده ومهمه وحيويه وتهمنا كلنا، وان هم يتعاملوا مع الحكايه بره الصندوق شويه، يخرجوا من الافكار التقليديه ويطوروا فكره جديده بتناسب معطياتهم وادواتهم اللي عايشينها واللي احنا كمان كجيل قبليهم عايشينها ونعاني من نفس المشاكل. صحيح. فأنا بحييهم أولا، وأنا دايما بشوف أنه السينما شباب والسينما أفكار جديدة ولابد من الطرح الجديد طول الوقت ولابد من دعمه. حتى لو أنا مثلا مخالف ليا الفكر اللي بيقدمه أو مخالف لفكري أنا الفني، فلابد أن أنا أسمعه وأشوفه وأديله فرصة لأن هو يطرح عشان أتناقش معاه وممكن أتعلم أنا منه. صحيح. من طرحه. صحيح. فالتناول اللي في الفيلم خطأ 404 ده تناول مهم. يعني لو تعرض على حضرتك أستاذ علاء أفلام من النوعية دي اللي هي التوعوية التسجيلية القصيرة، ما بقاش اسمها تسجيلية بقى، يعني هي أفلام قصيرة تناسب السوشيال ميديا، هل ترضى تعملها؟ طبعا لأن هي سينما في الآخر، في كاميرا، في فكرة، في مخرج، في مصور، في رؤية، في عناصر العمل الفني موجودة مكتملة. مكتملة، هي الفكرة بس بتختلف انه فيلم طويل، فيلم قصير، فيلم موجه بشكل معين في طرحه على السوشيال او طرحه على منصة او طرحه على شاشة عرض كبيرة. الموضوع يطرح فين ده موضوع على حسب على اي بلاتفورم. صح بالضبط. انما القضية فانا هعمل ايه، انا هضيف ايه او هيضاف الي ايه، هو هي المعادلة دي اللي مهمة عندي. وأنا دايما بحب أتعامل مع الشباب لسبب، لأنه في فكرة عندهم جديدة طول الوقت، في حاجة جديدة لازم أنا أشوفها وأسمعها طالما أنا بشتغل في المهنة دي وبحبها وهاوي ليها. طبعا أنا عايزة أبارك لك على توحة واتبعنا توحة كل يوم، ويعني بهني حضرتك على العمل الفني الجميل مع الفنان الكبير هاني سلامة، وطبعا يعني ملف سري كان من أهم المسلسلات السنة دي في شهر رمضان. الحمد لله. وأنا بشكرهم وبشكر حضرتك جدا. طيب أخدها فرصة بقى وأعرف إيه الجديد بعد توحة، في إيه بعد توحة؟ إن شاء الله في الجوكر قريب بيتم التحضير لي. فيلم ولا عمل درامي مسلسل؟ لا هو فيلم. فيلم. وإن شاء الله يعني بيتم التحضير لي وقريب جدا أبدأ إن شاء الله. إن شاء الله على كل خير. وتنورنا في البرنامج في ست الستات. شرف ليا، شرف ليا. يعني دايما بتقدم حاجات هادفة والناس بتحب فيك مصداقية الأدوار اللي بتقوم بيها. فيعني شرفنا انك تنورنا. ده انا شرف ليا وانا اللي بتمنى ان انا اجي لحضرتك. ربنا يخليك. تنورنا تنورنا. اشكرك. شكرا جزيلا استاذ علاء مرسي الفنان والنجم الجميل جدا والكبير.